هي هي الحياة، بيصير فيها مشاكل كتير كبيرة. لا تتوتر يا ابني. بما أنه عائلتنا معنا، ما رح تقدر أي مشكلة تأذينا. عائلتي هلأ معي يا عمي، بس لما يعرفوا الحقيقة وقتها كلهم رح يتركوني. كل شي عم يصير بسببي. إيفي إم ترك ريا ليتزوجني، مشان هيك زعل الكل منه، والمشاكل صارت تجي واحدة ورا التانية. المشاكل يلي عم تصير بحياتي مانا طبيعية. معقول لهالدرجة أنا حظي سيء وبشع؟ بلشت أحس إني عم انحس إيفي إم معي، ومع هيك ماني عارفانة كيف بدي ساعده ليتخطى الشي اللي هو فيه. بنتي إشكي، مرت علي فترة دمرت فيها وتقبلت الهزيمة، فكرت إنه العالم كله واقف ضدي، بس وقتها هو الوحيد اللي دعمني. مين قصدك؟ هو رح يدعمك هلأ يا بنتي. مرحبا. انت؟ هاد صديق أبو لأهان، المحامي سوراج كابور. بس هو عم يساعدك إلك يا خالتي. بس أنا وإنت واحد يا بنتي. هو ساعدني بكل خطوة بحياتي، لما كان أبو لأهان يضربني بالرغم من إنه كان رفيقه، بس ساعدني ودعمني وما تركني لحالي. تعرفي ليش؟ أنا رح أقلك، لأنه شخص أصيل بيوقف مع الحق عطول. علاقتنا هي إنسانية، انبنت على التعاطف والاحترام. بس بالنسبة لحماتي، العلاقة الإنسانية ما بتعني شيء أبداً. لما زاد ظلم أبوه لأهان لإلي، وقتها قررت إني أتطلق منه كرمال سلامتنا أنا وولادي. بس حماتي اتهمتني إنه سبب رغبتي بالطلاق إنه في علاقة عاطفية بيني وبينه، بس هو دعمني ووقف معي وحارب كل الناس كرمالي، بالأخير قدر يحررني من الظلم. أمك رفضت تساعدنا أنا وعيلتي، وأنت وافقت على كلامه؟ ما حاولت تقنعه؟ حاولت يا سونالي، بس ما فيني أجبرها توقع، لأنها شريكة بالشركة. أنا عملت كل اللي بقدر عليه. ليكي سونالي، إذا ماما ما وافقت أنا ما رح أقدر أجبرها على التوقيع هذا أبدا. أنا وعدتك أني رح ساعدكم ورح أوفي بوعدي. اسمعي سونالي، أنا بدي شوية وقت وبس، رجاءً وبعدك إني رح أحاول أقنعه. إمتى رح تقنعه؟ لما يتدمر أخي ونخسره؟ أمك أصلاً عم تعمل هيك ما بدها تساعده لأخي، ولما بدها تشوف حالها بعيلتي بتتذكر إنها نسيبتهم، بس لما عيلتي تحتاج لمساعدة بتنسى هالشي. حضرتك أنت سمعت كل كلامه ومسخرتها يا راج، وكنت تسكت. كانت تحكي معي وتهيني وتذلني، بس أخي لا يا راج، أنا صح سكتت وتحملت كرمالك بس لأني مرتك، بس هذا الشي اللي عم تعمله مع أخي ظلم ورح ينردله، لأنه بهي الحياة في حدود حتى للقم وللظلم، وأنا أبداً ما رح أسكت له هالمرة. سونو، فكري بكلامك قبل ما تحكي، لا تنسي إنه هالمرة هي بتضل أمي. أنتي بتعرفي إني دائماً كنت عم أدعمك يا سونو، حياتي ما وافقت على كلامها السيء معي، وتأكدي ما رح أسمح لك تغلطي بحقها أبداً. كل يلي كنت عم حاول أطلبه منك هو شوية وقت. بترجاكي سونالي صبري شوي، بس كرمالي على الأقل كوني هادية. لا ما فيني، ما في وقت، وما رح أعطيك شي يا راج، لأني بعرف كتير منيح إنه أمك ما رح تساعدنا أبداً، لأنه ما بتعرف تعمل شي غير المشاكل وبس بيناتنا، ومصايب بين أخي المسكين ومرته. هي ما بتعرف تعمل شي غير إنها تخلي الناس تبكي. سونالي انتبهي لكلامي. يا عمي كيف رح نساعد أهان هلأ؟ ما بعرف، بس بالوقت الحالي بعرف شغلتين كتير مهمين. الأولى هي إنه هالموضوع صعب، والتانية هي إنه أكيد رح نشتغل على هذا الموضوع. القصة صعبة لأنه أهان ما رح يقبل مساعدتي. هو قضى حياته وطفولته وهو مصدق كذب سته، ورح يضل مفكر إنه أمه انفصلت عن أبوه وطلعت بسببي أنا، ويمكن لسه مفكر إنه أنا والمدام سافيتري مع بعض لهذا اليوم. بس يا عمي
أبو آهان وستو كانوا عم يعذبوا أمه، شو كان فيها تعمل غير إنها تترك البيت؟ عمي، أنا عندي فكرة فظيعة. فظيعة؟ هي طريقة حكي غريبة شوي. خالتي، ركزي على فكرتي مو على طريقة حكي. عندي فكرة لنساعد إي في إم وترجع خالتي، ترجع لحياتها وحياة سونالي كمان. كيف؟ أنتي أكيد شايفة عرين الأسد من قبل. فكري إنك لازم تدخلي بقوة، أنتي لازم تواجهي ستي. لا 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 إشكي، أنتي شو عم تحكي؟ لا 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 لا، مستحيل أعمل هيك شيء أبداً، مستحيل. حدا يشرح لها إنه ما فيني أعمل هيك. مستحيل، لا لا. بمجرد سمعت الفكرة خافت كيف بدها تعملها. بكل الأحوال الدكتور قال إنه الصدمات رح تأثر عليها كتير، ما رح تقدر تواجهها. أنتي لازم تعملي هيك، لازم تتشجعي. أنتي أم، والأمهات كتير أقوياء لدرجة إنهم بيدخلوا علينا الأسد وبيدمروا. لازم تعملي هيك كرمال أهان وسونالي، كرمال أولادك. شو عم تحكي أنتي؟ كيف بدي أعمل هيك شيء؟ أنتي كنتي دائماً شجاعة وحاربتي من قبل، أنتي قوية يا مدام سافيتري. بس أنا بوقتها خسرت. بس بهداك الوقت ما كانت معك إشكي. لازم تعملي هالشي مرة تانية يا خالتي. شو؟ يلي قلت لك يا. آسفة يا أهون، ما رح يعجبك يلي رح أعمله كرمالك، بس أنا رح حاول أعمل أي شي بقدر عليه لأجمعك بأمك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.